هنعرف ان شاء الله يا منذر وضيفنا الكريم استاذ محمد نايل. استاذنك لكن في هذه اللحظه ينضم الينا الان استاذ عبد الرحيم عبد الله مقرر غرفه طوارئ خرطوم. استاذ صباح الخير. صباح النور. صباح النور اخواننا الكرام. على يديك العافيه استاذ عبد الرحيم. طمنا في البدايه عن الوضع الان في مناسيب النيل وكذا. سامعنا كويس استاذ عبد الرحيم؟ الو استاذ عبد الرحيم معاك نحن على الهواء. الو تفضل. كلمنا في البدايه عن منسوب النيل، هل في ارتفاع ولا انخفاض ولا منسوب النيل ثابت على موقعه يعني في كل الاحباس؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المنسوب طبعا من اسبوعين تقريبا يعني تجاوز يعني هنا 26 ليج وطلع لحد ال 53 54 55 56. نعم في تجاوز يعني مراحل كبيره جدا جدا، لكن نحن امبارح واقفين كنا في 53 في 56 امبارح، لكن الان يعني نشرة في مسافه الريم وصلنا يعني مركز حدد، لكن من الواضح انه يعني اذا ما استمر في حسب العلامات بتاعتنا نحن حسب الزيارات بتاعتنا للمناطق اللي بتحدد لنا، يعني اذا ما بنفس المستوى بتاعنا في زياده شويه. في توقع لزياده في الايام الجايه؟ والله حسب كلام الرئيس في توقع، يعني حسب كلام الرئيس. نعم. طيب شنو التحوطات والارشادات اللي ممكن تقدموها لكل المواطنين القاطنين يعني جوار النيل؟ الكسر بتاع النيل بالذات الغرة المتاحة من عند الغرة بالذات المتاحة من عند فكان يعني ضمرت جزء كبير جدا منها، عشان كده كان تم الاعلان بتاع انه خرطوم استنفار يعني كل المواطنين، فنحن يعني نحيي المواطنين يعني كما يقولون عند الري الحيطة والحذر والناس القريبين يعني لمصفات النيل، ليه يعني لانه حتى في مناطق في داخل يعني القبة وين يعني. نعم يعني الألتم بتاعت المياه دخلت جوه في البيوت يعني. نعم صحيح للأسف نتمنى يعني الناس تأمن يعني ونحن من جانب يعني موجودين يعني التراب موجود القلابات موجودة الآليات موجودة الخيش موجود يعني الناس اللي بيجوا كلهم في مجدوم يعني بنحاول قدر الإمكان يقللوا من الخسائر إن شاء الله. إن شاء الله. شنو النواقص والحوجة الجاية اللي بتعملوا على إكمالها؟ يعني ما خلاص احنا في اصبحنا بس زيارات احنا منتظرين بعد كده منتظرين النزول يعني. نعم احنا عارفين يعني الان الوضع يعني نقدر نمشي كلنا انه في سيطره تامه على الوضع في الولايه يعني احنا شوف السيطره شنو ما دائما القوه دي انت بتجيك من وين؟ يعني احنا وصلنا لمحافظه الصينا الاولى دي ومياه كثيره دخلت، يعني كان زي ما نقول في قوه من الناس يعني انهم يشتغلوا يرفعوا الدروس يعملوا كده، فانت هنا بتقوم تعمل شغل بذكر الثلاث يعني من مكان عليه يعني. نعم بتدعم التروس. بتدي قوه لو زادت لك بتدي قوه في انه الزياده انت تقدر تستحملها يعني. يعني كل من وصلناه يعني الناس كل المحظوظين الناس اللي وصلناهم يعني بقدر امكانياتنا لانه البلاوات دي كثير علينا جدا جدا. يعني نعم. من الصعب كل ارض المطلب محتاجه لعمليات كثيره محتاجه لحاجات كثيره. فكل من وصلناه وساهمنا ودافعنا وحدينا ليه ويقدر اعتقد انه يكون في سليم يعني او في السير في انه امن يعني امن. لكن نعم. ان شاء الله يعني نحن ما وقفنا وان شاء الله يعني ربنا امن الكبير من سنه الولايه يعيش في حنان ورحمه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عبد الرحيم عبد الله مغرر غرفه الطوارئ، شكرا لكم، نتمنى انه نشهد الايام القليلة القادمة يعني انخفاض لمنسوب النيل إن شاء الله. لا إن شاء الله بإذن الله، نحن متواضعين إن شاء الله في الأيام اللي بتعدي
باذن الله. شكرا لك، نقدر ونثمن مجهوداتكم الكبيره. تحيه لك ولكل مواطني ولايه الخرطوم. نعم. ونتمنى فعلا انه المناسيب في الفتره القليله القادمه، الساعات القادمه والايام القادمه تشهد انخفاض. نعم. يعني حتى نعيش نحن ونواصل العيش في في في